أعزائنا المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. اندلعت 3 حرائق في ولاية البصرين، من بينهما حريقين في كل من المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة والمنطقة العسكرية المغلقة بجبل المغيلة، وتسببت هذه الحرائق في انفجار 22 لغما أرضيا، 17 بالمغيلة و5 بسمامة، وفق ما أكده رئيس دائرة الغابات لمراسل شمس بالجهة. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم، وإلى اللقاء.